आइए हम सब मिलकर कसीदा-ए-गौसिया सुनते हैं और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعوا ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال عطي مثالي كساني في العظم بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا فلو القيت سري في بحار الأسار الكل غورا في الزوال ولو القيت سري في جبالي لتقت واختفت بين الرمال ولو القيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قبل قبلي قد سفالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال الله مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سوالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا ستار
یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام 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 یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین۔